تحية لكم من العراقية الرياضية، نشرة الأخبار نبدأها بأهم العناوين. زيدان إقبال يدخل التاريخ كأول عراقي يلعب مع مانشستر يونايتد وثاني لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا. بعد فوزه على لبنان في مباراته الأولى، اليوم منتخب الناشئين يواجه البلد المضيف السعودية في بطولة غرب آسيا. اتحاد الكرة يحدد موعد استئناف الدور الممتاز، وشاختار الأوكراني يضع شروطا للعب مع الزوراء في بغداد. تحية لكم. دخل لاعب منتخبنا الأولمبي زيدان إقبال التأريخ بعد أن سجل أول مشاركة له مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في مباراة رسمية، وثاني لاعب عراقي يتمكن من خوض غمار دوري أبطال أوروبا بعد هوار الملا محمد. ودخل إقبال بديلا في مباراة فريق مانشستر يونايتد أمام يونغ بويز التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. هذا ويذكر أن إقبال من مواليد مدينة مانشستر عام 2003، وبدأ لعب في الأكاديمية عندما كان عمره 9 أعوام. أنهى منتخب ناشئة العراق لكرة القدم وحدته التدريبية استعدادا لملاقاة نظيره السعودي اليوم ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين. ويسعى منتخب الناشئين إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي المسابقة. واستهل المنتخب مشاركته في بطولة غرب آسيا بالفوز على نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة. هذا وستقوم القناة العراقية الرياضية بالنقل المباشر لأحداث اللقاء عند الساعة 6:45 بتوقيت بغداد، يسبقه نقل مباراتي البحرين مع اليمن وسوريا مع فلسطين. سبق وأن تحدثنا عن مباراتنا السابقة، ووعدنا ناسنا وجمهورنا وثقتنا عالية بلاعبين ناشئين الأبطال، حقق نتيجة طيبة ومرضية، مطلوب من عندهم نفس الأداء إذا مو أفضل، بالرغم من تحدثنا مع الكادر التدريبي وهناك بعض الحالات، وإن شاء الله تعالى اليوم نشوف ما معناه تمرين، يعني مستعدين لمباراة بعد ما لعبنا مع منتخب لبناني، يعني 3 نقاط و3 أهداف. اللاعبين مستعدين، تعرف مباراة يعني كنا حاسمة مع فريق منظم البطولة من الفرق التنظيمين الجيدة، لكن لاعبين عازمين على خطة 3 نقاط ونكون مربع ذهبي إن شاء الله. إن شاء الله الفرح المنتخب، جمهور المنتخب العراقي، نتأهل إلى نصف النهائي البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء، أول وحدة، أول مباراة لنا ضد لبنان، قدرنا نتغلب بأداء ونتيجة الحمد لله والشكر، وإن شاء الله مستعدين للعبة السعودية وطامحين على 3 نقاط أخرى. الحمد لله تجاوزنا مباراة منتخب لبنان، حققنا العلامة الكاملة، إن شاء الله نحقق 3 نقاط وتأهلنا إلى نصف نهائي. مباراة مصيرية ضد السعودية، وهم إن شاء الله نفرح الشعب ونفوز. بعيدا عن منتخب الناشئين، نفى المدرب الكروي أيوب أوديشو الأخبار التي تحدثت عن رفضه تدريب المنتخب الوطني في المدة المقبلة. وقال أوديشو في حديث للعراقية الرياضية إنه لم يتلقى أي دعوة لتدريب الوطني، مستغربا في الوقت ذاته ما أشيع عن رفضه قبول المهمة. وبين أوديشو أن تدريب المنتخب شرف لكل مدرب، وأنه لن يتردد في قبول المهمة في حال تم عرضها عليه. أكد المدرب الكروي ثائر عدنان أن مدربي الدوري العراقي للدرجة الأولى جميعهم أفضل من بيتروفيتش. جاء ذلك خلال برنامج وقت إضافي الذي يعرض على شاشة العراقية الرياضية. هذا بيتروفيتش. أي مدرب عراقي يدرب بالدرجة الأولى مو بالدوري الممتاز، بالنسبة لي أفضل من بيتروفيتش. يعني أنت اكتشفت من خلال هذه البطولة أنه ضعيف فنياً؟ استاذ هشام، اللي صار بالمباريات، يعني لا الله يقبل بي ولا محمد. الان المباراه الاخيره يلعب ايش طريقه لعب، مدافعين شباب صغار، ويلعب قدامهم مصطفى ناظم وياسر قاسم، شلون الفريق يوقف ويا قطر؟ انا اسال، فريق شلون يوقف ويا قطر؟ من يدافع؟ شلون تتغطى المساحات؟ وبعدين من انتم ايمن مهاجمكم الاول، من تجي تسوي حل هجومي تجيب علي يوسف لاعب البديل بالشرطه، تجي تلاعبه وتجلس ايمن حسين،
وين الفكر؟ أريد أشوف فكر، أريد أقتنع بأشياء. أكون مدرب عنده فكر معين، يومية عنده رأي، يومية لاعب يلعب بوكان. مبروك مبروك العدنان درجال ويونس محمود المدرب الأجنبي، إذا هذا المدرب الأجنبي. كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن توقيتات مباريات الجولة 12 لدور الكرة الممتاز، وذكر بيان الاتحاد أن 5 مواجهات ستقام يوم السبت 11 من الشهر الحالي، إذ يلاقي الكرخ ضيفه الميناء على ملعب الأول، فيما يضيف الصناعة على ملعب فريق الطلبة، وعلى ملعب الديوانية تقام مباراة أصحاب الأرض الديوانية مع فريق القاسم، بينما يحتضن ملعب النجف الدولي مباراة فريقي نفط الوسط وضيفه أربيل، فيما يلتقي القوة الجوية بضيفه الكهرباء. هذا وتستكمل الجولة في اليوم التالي بإقامة 5 مواجهات أيضا. أوضح مدرب الطلبة قحطان كثير أن فترة التوقف كانت سلبية على ضوء التصاعد الواضح بالخط البياني لمستوى الفريق ونتائجه قبل التوقف، وقال كثير إنهم لم يستفيدوا من التوقف بل أضر بهم، لأن مستوى الفريق كان في تصاعد من مباراة إلى أخرى، ومعنويات الفريق تتصاعد تدريجيا بعد الفوز في مباراتي النفط والقوة الجوية، وبالتالي فإن التوقف جاء بتوقيت سلبي كونه قطع سلسلة نتائجهم الإيجابية. وأشار إلى أن مباراتهم المقبلة أمام الصناعة لا تخلو من الصعوبة، لأن المنافس فريق جيد ونتائجه مميزة ولديه طموح ويتألق عندما يواجه الفرق الكبيرة. أكد حسن أحمد مدرب الكرخ أن ثنائي المنتخب حسن عبد الكريم ومناف يونس التحقا بتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الميناء في الجولة 12 من الدور الممتاز. وقال حسن إن اللاعب حسن عبد الكريم سيكون جاهزا للمباراة المقبلة، لأن إصابته مع المنتخب عبارة عن شد عضلي، وأشار إلى أن اللاعب شارك في جزء من الوحدة التدريبية وسيكون جاهزا لمباراة السبت أمام الميناء في الدوري. وأضاف أيضا أن مناف يونس التحق بالفريق وبجاهزية بدنية عالية، والثنائي يمثل إضافة نوعية للفريق مع استئناف الدوري. ردت إدارة نادي شختار الأوكراني على دعوى نادي الزوراء بإقامة مباراة ودية في افتتاح ملعب الزوراء مطلع العام المقبل. وقال عبد الكريم رزاق عضو إدارة الزوراء إن إدارة نادي شختار الأوكراني وضعت شروطا مقابل حضورها للعراق وخوض فريقها لقاء وديا بافتتاح ملعب الزوراء، وأضاف أن الجانب الأوكراني طلب مبلغا قدره 50,000 دولار مقابل حضوره، ويدفع من قبل نادي الزوراء مع تحمل الزوراء تذاكر سفر الوفد. وختم رزاق حديثه قائلا إن إدارة الزوراء ستدرس العرض وسترد على النادي الأوكراني. خاض فريقا النفط والحشد الشعبي لكرة السلة قمة سلوية على قاعة الشعب، حيث انتهى اللقاء بفوز النفط ب 67 نقطة مقابل 52. الفترة الأولى انتهت لمصلحة النفط ب 14 نقطة ل 11، وشهدت الفترة الثانية تقدم النفط أيضا ب 39 نقطة ل 21 نقطة. وفي الربع الثالث حاول فريق الحشد العودة إلى المنافسة لكن دون جدوى، إذ كان أداء النفط في تصاعد عبر تسجيل النقاط باستمرار، وانتهى الربع الثالث لصالح النفط ب 54 نقطة ل 44 نقطة، ليعود النفط ويحسم الربع الأخير والمباراة ب 67 نقطة ل 52 نقطة. وفي دور السلة الممتاز أيضا حقق فريق زاخو فوزا صعبا على غاز الشمال ب 67 مقابل 66. المزيد مع حسام كريم. استقبل نادي غاز الشمال نادي زاخو ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة. صاحب الضيافة أعد العدة لهذا اللقاء، والتحضيرات كانت جيدة وتأكيداتهم بتحقيق نتيجة ترضي الجماهير المساندة والحاضرة. بعد 3 انتصارات متتالية على الكهرباء ودجلة ونفط الشمال، عندنا مباراة أهم من هاي 3 مباريات اللي هو نادي زاخو، فريق شبابي فريق مقاتل. اليوم اللعبة راح تكون لعبة قوية بيناتنا، إن شاء الله نحاول نكسب الفوز بهاي المباراة حتى نكون قريبين من المربع الذهبي ومن المراكز المتقدمة على الدوري، وإن شاء الله نقدم فد شيء للجمهور اللي حاضر يساندنا بهاي المباراة. ربع أول كانت فيه الأفضلية للضيف،
نادي زاخو لينتهي بسبعة عشر نقطة مقابل 15 فقط. أما الربع الثاني فقد قلب صاحب الأرض المعادلة ليحسم لمصلحته بست وثلاثين مقابل 34. أكيد لاحظنا عن الفريق مهين المقابل، بس بالربع الأول يعني تقدموا علينا، بالربع الثاني الحمد لله احنا قدرنا نتقدم عليهم، واللي حدث نهاية الشوط الثاني احنا متقدمين عليهم، وأكيد خطط المدرب هسه واللاعبين إن شاء الله نحاول مثلا بالربعين الثانيين الأخيرين نحرز تقدم واضح عليهم، لأن صراحة فريق المقابل فريق متكافئ ده يلعب يعني لعبة جيدة، وإن شاء الله احنا نحاول نضمن الفوز بالربعين الأخيرين. الربع الثالث استمر على نفس الأفضلية لصاحب الضيافة غازي الشمال لينتهي بتسع وأربعين مقابل 45. أما الربع الرابع فقد شهد انتفاضة للضيف نادي زاخو وليحسم اللقاء لمصلحته بالثواني الأخيرة. الحمد لله والشكر، اليوم قدرنا نفوز على فريق منافس كمنافس لنا. مثل ما شفتوا المباراة كانت مباراة قوية جدا جدا، لأن الفريقين يعني ينافسون على المراكز متوسطة، يعني نقدر نقول من المراكز الرابعة إلى الستة. الفريقين تعاركوا عركة رياضية من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، مثل ما شفتوا النتيجة نقطة فارق نقطة واحدة. الحمد لله قدرنا يعني بآخر ثواني نفوز عليهم. نقطة وحيدة كانت كافية لنادي زاخو ليحسم اللقاء لمصلحته على حساب نادي غازي الشمال بسبع وستين نقطة مقابل 66 ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة. العراقية الرياضية حسام كريم، كركوك. مشاهدينا الكرام، وللمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وإنستغرام. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.